نروح الآن للزميلة دانا اللي متواجدة في القمة العالمية للحكومات 2022 اللي بتعقد برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي في مركز دبي للمعارض في أكسبو 2020، وتستمر لمدة يومين، وبيشارك في القمة أكثر من 4000 شخصية من 190 دولة. حنشوف الكليب ورجع لكم. موقع القمة، مرحبا مرة ثانية دانا. يا أهلا وسهلا يا سهى، وأهلا وسهلا بكل مشاهدين صباح الخير يا عرب. إذا مثل ما شفتوا من دقائق خبرتكم أني موجودة بموقع القمة العالمية للحكومات في دبي. هاي القمة اللي عم تستمر على مدار يومين، بلشت مبارح يوم 27 واليوم هو اليوم الختامي. فيها عدد كبير من الجلسات وورشات العمل، وطبعا هي مثل ما قلت لكم بلش اول دوره منها عام 2013 وهدفها لم يتغير، هدفها هو استشراف حكومات المستقبل. تم الافتتاح امس برعايه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي، اما كلمه الافتتاح فكانت لمحمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس مؤسسه القمه العالميه للحكومات. هي التجمع الاكبر من نوعه بعد جائحه كوفيد 19 بكل العالم، مش فقط على مستوى منطقتنا العربيه، وبتكتسب هاي السنه ميزه كثير كبيره، اولا لانه تزامنت مع ختام اكسبو 2020 موجوده في موقع اكسبو 2020 في مركز معارض دبي، وايضا لانها اول قمه للحكومات بعد جائحه كوفيد 19، يعني معظم الجلسات اللي عم بتصير هي بتغطي مواضيع بتهم العالم كله اليوم، ولا على اولها هو التعافي من الجائحه، ونرجع نفكر بالمشكلات اللي الجائحه اعقتنا من التفكير فيها، مثل قضايا المراه، مثل قضايا الطاقه، قضايا كثير كبيره عم تناقش في مختلف الجلسات وبمشاركه قاده ورؤساء دول وحكومات، وايضا في ممثلين عن منظمات دوليه كثير مهمه حتى يوصلوا بالاخير لقرارات تقدر تاخذنا لمرحله ما بعد الجائحه بسلام. وايضا فيها اكثر من 110 جلسات رئيسيه وتفاعليه بمشاركه 4000 شخصيه من 190 دوله، و من ضمن القمة العالمية للحكومات في 15 منتدى عالمي، وزي ما عم بتشوفوا كمية ناس كثير كبيرة. أنا كثير سعيدة إنه عم بتعرف على ناس من مختلف الجنسيات، من مختلف الدول، كلهم جايين لهدف واحد، لحتى نقدر لربما نوصل لعالم ما بعد كورونا يكون أفضل من العالم ما قبله. كنا عم نحكي في بداية الجائحة عن كيف سنتعايش ما بعد الجائحة، ولكن هلأ نحن نحاول نصنع عالم أفضل بكثير ونتعلم دروس من اللي صار بالجائحة، وهذا الشيء أساسي بتلاقوه بمعظم جلسات القمة. أجندة القمة بتشمل التحديات الحالية والمستقبلية اللي عم نعيشها، سبل الالتقاء بالأداء الحكومي لكل هالحكومات، يعني تجمع لحكومات من أكثر من 190 دولة حتى يوصلوا لطرق أفضل بأدائهم، وأيضا ابتكار الحلول لكل المشكلات اللي عم نعاني منها، ولعل جزء أساسي منها هو المشكلات البيئية. ايضا التطورات العلميه والتكنولوجيه، الحكومات الذكيه، حتى اليوم صار في شيء اسمه المواطن الذكي، وحضرت جلسه كثير حلوه عن هذا الموضوع وكيف تقدر الحكومات تواكب التكنولوجيا وبنفس الوقت تحافظ على امن وسلامه وخصوصيه كل مواطن. وايضا اليوم رح يتم الحدث العالمي، هو الحدث العالمي الرئيسي لتطوير نموذج حكومات المستقبل، واليوم رح يكون حفل الختام وتوزيع جوائز القمة. مش عم بسمعك سهى عم تحكيني صح؟ لا معك دانا، لسه مكملين. وزي ما قلت لك من أبرز جلسات اليوم أتفضلي. أنا سامعاكي تمام. من أبرز جلسات اليوم الثاني كانت جلسة بعنوان بناء حكومات رقمية ذكية وآمنة، وكلمة آمنة حسيتها كثير مهمة، ما بعرف إذا بتتفقي معي سهى،
لانه مع كل التطور التكنولوجي اللي نحن عم نعيشه بتلاقي ناس كثير خايفين على خصوصيتهم، صار في انترنت اوف ثينجز، صرنا كونكتد للانترنت، الساعه كونكتد للانترنت، السماعه، التليفون، اللابتوب، ففي مخاوف كثير عند عالم حول العالم من المخاوف على الخصوصيه. هاي الجلسه ركزت على هذا الموضوع، كيف نقدر نحن نقدم خدمات للمواطن يضلوا كونكتد مع ال 5G انترنت الجيل الخامس اللي اثار كثير علامات استفهام، حكوا شغلات مطمئنه جدا، كيف انه كل حدا فينا حيقدر يحافظ على امنه وخصوصيته بهذا العالم المتطور، ونقدر نستغل هاي التكنولوجيا لصالحنا بدون ما نفرط بخصوصيتنا. انت شو رايك بالموضوع؟ 100% دانا بتفق معاكي صراحة، مع كل هذا التطور اللي احنا عايشينه والتطور يعني صراحة الوضع اكيد مختلف جدا. يعطيك الف عافية دانا، نفسي يعني اخلص واجي انزل عندك لو لسه موجودة، لازم حابة اني ازور القمة. يعطيك الف عافية، شكرا ليكي.